Zooby dooby zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby zooby dooby na cheeky pagal stupid man. Hey zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في تاني فيديو للكورس بتاعنا على code.org. يا رب يكون الفيديو اللي فات كان سهل وبسيط وفهمتوه. النهارده هندخل في حاجه جديده. لو حد عنده اي مشكله في الفيديو اللي فات يبعت لنا ونحلها مع بعض والموضوع يبقى سهل ان شاء الله عليكم. عايزه بس اوريكم حاجه دلوقتي. انا فتحت الاكونت بتاعي زي ما بيظهر لكم في الاول خالص علشان بس ما ندوسش على كورس كاتالوج بعد كده ندور على الكورس اللي احنا شغالين عليه. هو بيكون موجود عندنا تحت ما دام احنا دخلنا فيه قبل كده، فبيبقى موجود تحت ماي كورسز بيقول لي اسم الكورس اللي احنا داخلين فيه، وبيقول لي لو انت عايز تعمل فيو للكورس وتبدا تكمل اللي انت عايز تكمله يعني. بس فاسهل يعني بدل ما نقعد ندور عليه نفتحه من هنا. هيفتح لنا نفس الصفحه اللي احنا بنفتحها وندخل على الكورس بتاعنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا على اول جزء في السيكونسينج اللي هو programming with angry bird. المرة دي هنتكلم على debugging with scratch. هنمشي مع بعض واحدة واحدة، وبرضو هنحل اجزاء من التمارين اللي هتبقى موجودة عندنا دي، واجزاء هسيبها لكم يعملوها، وان شاء الله تكون سهلة عليكم وتتمرنوا اكتر واكتر. تعالوا نبدأ. زي ما بنبدأ أول حاجة بتكون فيديو بيشرح لي إيه اللي هيحصل في باقي الليفل. النهاردة هنتكلم عن كونسبت جديد اللي هو الديبوجينج. إيه هو الديبوجينج؟ أو إحنا كنا بنستخدمه إزاي؟ ديبوجينج إحنا كنا بنعمل الفيديو اللي فات كنت شرحت لكم حاجة اسمها بج. البج دي قلنا مشكلة أو حاجة غلط في الكود بتخليني خلي المرة اللي فاتت كانت بتخلي الأنجري بيرد تكراش، تخبط في حاجة من الحاجات اللي حواليها، فكانت بتعمل لي غلط وبتخليني أخسر. فأنا محتاجة أن أنا كنت أحل المشكلة دي إزاي؟ بأن أنا ألاقي الأول أنهي بلوك هو اللي عامل لي مشكلة، بعد كده أشيله، ولو محتاجة أبدله بحاجة تانية هبدله، أو لو محتاجة أصلا، لو هو أصلا بلوك مش موجود وأنا محتاجة أزوده فبزوده. فدي حاجة اسمها ديباجينج. ديباجينج يعني إيه؟ يعني تدور على الغلط في الكود فين وتصلح الغلط ده، سواء ان انت هتشيل بلوك معين، هتضيف بلوك معين، او هتبدل بلوك مكان بلوك. النهاردة هنتعرف على الديبوجينج بشكل كبير وهنحل عليه حاجات كتير وهنفهمه كويس قوي. فبرضو ايه، اسمعوا الفيديو دوت، هو بيشرح نفس اللي انا قلته بس اسمعوه عشان يأكد المعلومة تاني وتكون واضحة بالنسبة لكم اكتر. لو حد ما فهمش هيسمعني وانا بشرح بقية الاكزامبلز يعني، فهتفهموا اكتر وهعيدها تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. اول اكزامبل عندنا هنقرا الانستراكشنز زي ما بنعمل كل مره. بيقول لي ايه؟ This code isn't quite right. Fix the code to help scratch get to the corn. ده اسمه scratch، وده الكورن اللي احنا التارجت اللي هو بيوصل له. فهو بيقول لي fix the code، يعني بيقول لي اعمل debugging. يعني ايه debugging تاني؟ يعني ادور على الايرور فين، البج ادور عليها فين واصلحها. المره اللي فاتت كنا جت كلمه بج وشرحناها. بج يعني ايه؟ احنا قلنا ان مشكله في الكود او ايرور في الكود مخلي البرنامج شغال غلط، فانا بدور على البج فين واصلحها. ده البروسيس دي او الكونسبت ده اسمه ايه؟ اسمه ديبوجينج. يلا تعالوا نحلها ونشوف هنصلح الكود ده ازاي. عشان نصلح الكود احنا قلنا هنتكلم على ده المرة دي. الستيب دي بتساعدني عشان اعمل ديباجينج. لما بدوس على ستيب بينفذ الستيب اللي عليها الدور. يعني انا لو دوست على ستيب دلوقتي هينفذ لي اول ستيب اللي هي موف فورورد، فكده اتأكد اذا كانت موف فورورد دي صح ولا غلط. قبل كده لما كنا بنعمل في الفيديو اللي فات جالنا اكزامبل، فكنا بنعملها في دماغنا، كنا بنصلح الكود في السؤال بتاع الديباجينج ده او البجز دي، كنا بنصلح بنحط الكود في دماغنا ونشوف اذا كانت ده فعلا هيتحقق ولا لا. فدلوقتي بنشوفها قدام عينينا، بنشوف اذا كان موف فورورد دي او الترتيب ده هيودينا ولا مش هيودينا. فالاحسن ان احنا نستخدم ستيب في الاول عشان نشوفه بعينينا، بعد كده بقى لما نبقى فاهمين وعارفين وحلينا كتير
هنبقى مش محتاجين ستيب خالص، فهنتعود النهارده على ستيب كده. احنا عملنا اول ستيب وطلعت صح، تاني ستيب برضو صح، بس الكود خلص وانا لسه ما وصلتش. فانا لازم بعد ما اخلص كده اعرف ايه بقى اللي ناقص لي. ناقص لي برافو ان انا احط موف فورورد تالت عشان اعرف اوصل. فلو بدأنا تاني وعملنا ران بقى، برافو كده انا حليت الكود بتاعي، والستيب سهلت لي ان انا اعمل ديبوجينج. طيب عايزين نعمل زي ما تعودنا الريبيت. تفتكروا بقى هنعمل ايه؟ مفيش غيرها، تلاتة في موف فورورد. هنسيبها؟ لا، لازم نشيلها ونحط ريبيت. كم مرة؟ تلاتة، عشان هي متكررة تلات مرات. ايه الحاجة المتكررة؟ موف فورورد. كده انا مش محتاجة دي خلاص. نران تاني ونتأكد. كده خلاص حليناها صح وعملنا كمان الريبيت عشان نتأكد. يلا نعمل رقم تلاتة. يلا نحل بقى رقم تلاتة. رقم تلاتة بيقول لي ايه في الانستركشنز؟ بيقول لي use your debugging skills to get scratch to the code. يعني استخدم الديبوجينج سكيلز. اللي هي ايه الديبوجينج سكيلز؟ اللي هي ادور على المشكله واصلحها علشان اوصل للحل الصح. طيب هنعمل ايه؟ هنستخدم ايه؟ هنستخدم الستيب عشان نعرف الستيب دي او البلوك الاولانيه دي صح ولا غلط، وهكذا على باقي البلوكس. ستيب هتقول لي ان اول واحده صح، برافو. طيب تاني واحده غلط. طب ليه غلط؟ علشان خلت السكرات يبص ناحيه الميه. انا مش عايزه ابص ناحيه الميه، انا عايزه امشي كده واروح كده، فدي غلط، بوظت لي الكود. هشيلها خالص، نبدا من الاول. اول واحده قلنا صح، تاني واحده صح. تفتكروا بقى تالت واحده صح ولا غلط؟ فكروا كويس. غلط، برافو. ليه غلط؟ علشان اولا دي بلاطه مكسوره، فلو دوست على البلاطة المكسورة دي هقع في المية. تاني حاجة ان حتى لو دي مش بلاطة مكسورة او سليمة، يعني هتخليني ابعد عن التارجت اللي انا رايحاله. انا عايزة اروح كده، ايه اللي هيخليني امشي كده؟ فدي تعتبر حاجة غلط. يبقى طب المفروض اعمل ايه؟ اترن رايت. بعد ما عملت ترن رايت المفروض اعمل ايه؟ المفروض اموف فورورد واحد اتنين. اموف فورورد واحد اتنين. كده انا حليتها صح. تعالوا نشوف ونتأكد. برافو، كده حلينا رقم تلاتة صح. رقم اربعة برضو بيقولي نفس الحاجة، بيقولي something is quite right, is not quite right. يعني في غلط في البلوكس اللي هو مديهاني دي. remove blocks to get scratch to the corn. يعني هو بيقول لي شوف البلوك اللي هو غلط اللي هو عامل مشكلة وشيله. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقرأ الكود سطر سطر. ازاي؟ عن طريق الستيب، هي اللي بتبين لي سطر سطر وتقول لي اذا كان السطر ده صح ولا غلط، بيوصلني للبندقة بتاعتي ولا مش بيوصلني. هتحلوها وتشوفوا ايه الصح. يلا نكمل. رقم خمسة. رقم خمسة بيقول لي ايه؟ بيقول لي someone has their directions mixed up. يعني في غلط في الاتجاهات في الكود ده، فاحنا محتاجين نساعده علشان يصلح الغلط في الاتجاهات بتاعته دي. يعني هنعمل ايه؟ برافو debugging. نشوف الغلط فين ونصلحه. فبرضو هنشوف الغلط فين ونصلحه. عايزة اقول لكم برضو حاجة، ان انا ممكن لو انا عايزه مثلا دي ترن لفت فممكن اعدلها من هنا. يعني مش لازم اشيل البلوك دوت واحط ده مكانه لو انا عايزه مثلا هنا ترن لفت. فانتوا ممكن تستخدموها نفسها هي هي، بس تغيروا في الاوبشنز بتاعتها، الاختيار بتاعها. فانتوا تحلوا وتشوفوا المفروض تعملوا ايه. رقم ستة. يلا نعمل رقم ستة. رقم ستة هنقرا برضو الانستراكشنز. بيقول لي debug this level by rearranging and changing the blocks. طيب
احنا فهمنا يعني ايه ديبوجينج، قلنا ديبوج هنشوف المشكلة او البلوك الغلط ونصلحه. هو بيقول لي هنصلحه ازاي، بيسهل عليا ان انا هعمل ري ارينج للبلوكس دي وهغيرها عشان اصلح الكود. بيقول لي these blocks are locked and cannot be deleted، زي ما قلنا ان الجراي دوت ما ينفعش امسحه، فانا هستخدمه زي ما هو. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنستخدم الستيب عشان تقول لنا ايه الصح وايه الغلط. اول حاجة تفتكروا صح ولا غلط؟ صح. نكمل، تفتكروا صح ولا غلط؟ صح برضو عشان انا بقرب اهو. طب نكمل، تفتكروا دي صح ولا غلط؟ برافو، غلط. من غير ما كنت اكمل كنت هتعرفوها اكيد، فلازم اشيلها احطها على جنب ونشوف. نكمل ونشوف هنوصل لإيه. احنا قلنا أول واحدة صح، تاني واحدة صح، دي كمان موف فورورد فأكيد برضو مش هتبقى صح، احنا لسه شايلينها. افتكروا بقى هنعمل ايه. هنلف، برافو. هنلف يمين ولا شمال؟ رايت، صح، يمين. هروح شايلة كده وجايبة رايت حطها فوق كده، ده اسمه ري ارينج. تمام كده جبت ترن رايت فوق عشان انا عايزة الف رايت، ترن رايت. تعالوا نعيد من الاول ونشوف عملنا ايه. اول حاجة احنا قايلين ان هي صح، تاني حاجة صح برضو، تالت حاجة صح، رابع حاجة صح برضو، خامس حاجة صح. تفتكروا موف فورورد الأخيرة دي هتكون صح ولا غلط؟ برافو، غلط. احنا قلنا دي بلاطة مكسورة فلو رحت لها هقع، تاني حاجة هتبعدني عن التارجت، هتخليني امشي كده وانا عايزة الف كده، فانا هعمل ايه عشان الف كده؟ هترن ليفت، برافو. يبقى انا هشيل موف فورورد دي وهجيب دي كده احطها هنا، وانا عايزة ترن ليفت فهخلي دي ليفت. تمام، بعد ما هعمل ترن ليفت تفتكروا هعمل ايه؟ هموف فورورد مرتين، صح، مرة تانية، فهجيب دي احطها هنا كده، انا حليت صح. تعالوا بقى نعمل رن. برافو كده حلينا رقم 6 صح. عايزين بقى نعمل ايه؟ استنوا، عايزين بقى نعمل ريبيت زي ما اتعودنا كل مرة. طب عندي هنا 2 موف فورورد ورا بعض، برافو، شيلها واحط ريبيت. ريبيت تفتكروا كم مرة؟ 1 2، هو عملها لي 2. هحط ايه؟ موف فورورد. بعد كده نكمل، هنا كمان عندي 2 موف فورورد، هشيلهم واحط ريبيت مرتين. ايه الحاجة اللي بعملها ريبيت؟ موف فورورد. بعد كده عندي برضو 2 موف فورورد، هشيلها واحط ريبيت، 2 برضو زي ما حطيتها وهياخد موف فورورد. كده حلتها بالريبيت. تعالوا نتأكد، برافو كده عملنا رقم 6 صح. رقم 7 هشرحها لكم وانتوا تعملوها. هو بيقول ايه؟ بيقول figure out what is wrong and get scratch to the code. يعني ايه figure out؟ يعني شوف ايه الغلط. يعني ايه برضو كل الكلام ده؟ يعني اعمل debugging، دور على المشكلة فين وحلها. فاحنا المفروض نشوف ايه الغلط في الكود ده ونصلحه علشان نعمل الديبوجينج. وبرضو زي ما اتفقنا هنحل كل حاجة، بعد كده هنشيل الحاجات المتكررة ورا بعضها ونحط ريبيت. يلا نكمل. هنا بيقول لي جاهز للبازل ولا لأ، للتشالنج يعني ولا لأ، فان شاء الله جاهزين. يلا رقم 8، اول حاجة الانستركشنز بتقول لي ايه؟ debug this level by rearranging, adding and deleting. يعني هنعمل debugging، يعني هنشوف الغلط ونصلحه
هنصلحه ازاي؟ بأننا هنرتب ترتيب صح زي ما عملنا في رقم 6، وهنقاد يعني في بلوكس هنا مش موجودة هنجيبها من التول بوكس ده، او هنشيل حاجات. تعالوا نشوف هنعمل ايه واحدة واحدة بالستب. الستب بتقولي اول واحدة صح، برافو. طب الستب من غير ما نعمل ستب تفتكروا تاني واحدة صح ولا غلط؟ برافو غلط. تعالوا نشوفها كده، صح غلط. ليه غلط؟ عشان وقعتني في المية، فأكيد مش مكانها صح فلازم نشيلها. تعالوا نحطها على جنب ونشوف. نبدأ من الأول، ادي ستيب طلعني خطوة دي صح، بعد كده الستيب دي تفتكروا صح ولا غلط؟ غلط طبعا. ليه غلط؟ عشان خلتني ابص ناحية المية، انا عايزة الف العكس، عايزة اروح ناحية البندقة، فاكيد دي غلط. فهنروح نعمل ايه؟ لا بلاش نعملها من هنا عشان متتلخبطوش. هنبدل، هنشيل ترن رايت اللي هنا ونجيب ترن ليفت اللي هنا، نستخدمها مادام موجودة عندنا، ونمشي نفس الستبس تاني ونشوف. ادي ستيب، دي صح، دي صح، دي صح، دي كمان صح. تفتكروا اللي جاية صح ولا غلط؟ فكروا كده. غلط. انا هترن انا لازم الف، بس ده مش رايت، ده لفت، فانا لازم اشيل دي. تعالوا بقى نغيرها من هنا، هنغير كده بقت لفت. تعالوا نتأكد. أول خالص دي غلط، سوري دي صح، بعد كده دي صح، بعد كده دي صح، بعد كده دي صح. ترن ليفت اهو. فاضل لي ايه؟ فاضل لي اموف فورورد مرة. تمام، عملت موف فورورد مرة، بقيت هنا. بعد ما بقيت هنا محتاج الف تاني، محتاج الف رايت ولا ليفت؟ رايت. برافو، خدت رايت. كده فورورد مرة كمان، هموف فورورد اهي. كده احنا خلصنا الكود. تعالوا بقى نرن ونشوف. برافو، كده عملنا رقم 8 صح. رقم 9 هيبقى سؤال هنحله، هسيبه لكم تحلوه، بس هفهمكم الاول عايز منكم ايه. بيقول لي look closely at the code below، اقرا الكود اللي تحت ده كويس. what is the first bug that will make this program fail، يعني ايه اول مشكله، اول حاجه غلط، اول بلوك غلط هيخلي البروجرام ده يفيل، يعني نخسر، هنخسر في اللعبه دي، مش هنوصل للبندقه بتاعتنا. تعالوا نقرا الاوبشنز دي، الاختيارات، افهمها لكم وانتوا اللي هتختاروا اني واحده هي اللي صح. the program won't fail scratch will get to the core، يعني البروجرام هيكون صح ومش هيفيل ولا هيحصل اي حاجه، وهخلي الكائن ده يوصل للبندقه بتاعته. هنقرا الكود ده كويس ونعرف اذا كان ده هيحصل فعلا ولا لا. تاني حاجه بيقول scratch will go the wrong way after his final turn، يعني السكرات ده قبل الترن الاخير بتاعه، يعني لو هو واقف هنا مثلا قبل اخر ترن هيروح كده مثلا، فكده هو راح رونج واي، هو المفروض يمشي كده. فده المعنى يعني للجملة دي، انتوا هتشوفوا اذا كان ده فعلا هيحصل ولا لا. تالت حاجة بيقول سكرات takes one too few steps and end up short of a core، يعني ايه؟ يعني هيبقى فاضل له ستيبس قليله قوي علشان يوصل للكورن بتاعه، هيبقى ماشي صح بس الكود مكملش. فانتوا برضو هتقروا الكود ده كويس وتعرفوا اذا كان ده هيحصل ولا لا. اخر حاجه اي دونت نو، يعني ما اعرفش. حلوها وان شاء الله تكون سهله، ولو في حد عنده اي مشكله يقول لنا. بيقول ايه؟ الانستراكشنز يوز ذا بلوكس ان ذا تول بوكس تو بيلد يور بروجرام get the scratch to the core، يعني زي ما كنا بنعمل في الليفل اللي فات، هنعمل
هنستخدم البلوكس دي عشان نوصل السكرات للكورن بتاعته. فهعمل ايه؟ هموف فورورد مرة، انا واقفة هنا، هموف فورورد مرة، اتنين، تلاتة، هموف فورورد تلات مرات. انا عايزاكم انتوا اللي تقولوا قبل ما انا اقول، هسيبكم شوية تفكروا. انا عملت موف فورورد واحد، اتنين، تلاتة، بعد كده انا بصة هنا، محتاجة الف، هلف ازاي؟ هترن رايت، صح، برافو. بعد ما هترن رايت، ايوه، هموف فورورد اخر مرة، برافو عليكم. تعالوا نشوف، صح صح صح، برافو برافو برافو. كده ده كان اخر جزء معانا في الفيديو النهاردة، يا رب تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ولو حد عنده اي مشكلة يبعت لنا، احنا بجد يعني بنحب اسئلتكم، وبنحب ان احنا تكونوا انتوا متحمسين معانا وبتتعلموا مننا، ويا رب نفيدكم على قد ما نقدر. يلا باي باي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.